السلام عليكم. أنا اتفرجت على فيديوهاتكم الكل اللي تنبروا فيهم على مريم بنت راشكور، ما عنديش بيها حتى علاقة مع بورتكي. حبيت أقول لكم وفهمكم، ديجا اتفرجت على الفيديوهات الكل اللي حبيت أضحك شوية، لقيته شيء أسف، حاجة مش معقولة بالكل بالكل بالكل. تنبر على إنسانة هي أصلا مريضة، مش أنا باش نذمها، هات باش نتعامل فيديو هذا باش نذمها ولا باش نقعد نقطع فيها وريش كما تعمل نتوما، ولا هي إنسانة مريضة ربي يشفيها. مش باش نعمل له نتوما، كل واحد مهبط الآخر عامل مكياج. أول حاجة أنتي عامل فيديو كيكة، سامحوني في الكلمة، تيد راجل عامل مكياج قال شنو خليه ينبر عليها. هي إنسانة مسكينة تحب تمثل تحب توصل، وبرا حاب تعمل سيلفي مع عادل إمام ولا مع عادل برشس، هي مش مشكلة، هي مش أصلا مش غلطتها، هي غلطة الصحافة كلها تكدست بيها. هي أصلا هي ما وصلت عملت الفيديو هذاك كان مقهورة مسكينة. مريم بن شعبان ولا بن شسم هذيك عملت فيها شوية، تفرجوا على الفيديوهات كيفاش دحمت. هي بالعكس كانت متربية وكانت متخلقة وكانت رزينة ياسر، ورعات تربيتها هزت روحها وروحت، وما وصلت عملت فيديو كيما كيكا باش نتوما تنبه. أنا واحد من الناس في بلاستيك المرأة الدبة الكركوبة، هي كان حشمت على روحها ما تعملش فيديو تهبطو في اليوتيوب. مرأة قدرة شنو عاملة فيديو وتنبر على المرأة وجايبة معاها، تاني كيف ضحكت ضحكت على المرأة، وأني قالت أمي ولا عندي بيها حد علاقة نقتل، كيفاش تهبط فيديو؟ وسامحوني من فوق، وعلى فكرة راني خليت وجهي مش ظاهر بالعانية قصدها. والسلام عليكم.